للمزيد أيضا من التفاصيل حول كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بسيادتك يا فندم. اقتصاديا، كيف تبعت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين دول القارة؟ والله هي الدبلوماسية الاقتصادية المصرية الحقيقة برئاسة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك على كل الدوائر، سواء الدائرة العربية، الدائرة الإفريقية، أو دائرة جنوب المتوسط، وطبعا هناك الدائرة الأشمل اللي بتشمل حتى قارة آسيا وقارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. لو بنتكلم على الدائرة الإفريقية، فمصر كانت صداقة من خلال طرح رؤى اقتصادية للتكامل الاقتصادي الإفريقي، سواء من خلال مؤسسة كوميسا أو تجمع الاقتصادي بتاع كوميسا، أو من خلال الاتحاد الأفريقي، سواء أثناء رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي في 2019 أو قبل أو بعد كده. النهاردة احنا لازم نتابع التحرك اللي حصل النهاردة والكلمة اللي ألقاها السيد الرئيس، يعني بالتنسيق أو بالمقارنة بالتحركات المصرية اللي سبقت ده. من أهم هذه التحركات الحقيقة كانت كلمة السيد الرئيس مثلا في افتتاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ في مايو الماضي. الرئيس يعني أوضح أنه أولا هناك احتياجات تمويلية إفريقية عالية جدا، وهذه الاحتياجات يعني يجب الحصول عليها، ويجب التنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات المالية المانحة الدولية من أجل توفير هذه الاحتياجات بأسعار معقولة، طبعا مع يعني توفير ضمانات كافية لهذه المؤسسات لقدرة القارة الأفريقية على التسديد. نعم. يعني مثلا احنا بنتكلم انه القارة الأفريقية محتاجة سنويا حوالي 200 مليار دولار لتحقيق التنمية المستدامة، محتاجة 144 مليار دولار سنويا، ده لمعالجة آثار كوفيد 19. لو بنتكلم على تحديث البنية التحتية وتهيئتها لعملية التنمية، وده كان محور مهم جدا في القمة التنسيقية الحالية، فبنتكلم في 108 مليار دولار سنويا. ولو بنتكلم أيضا على فكرة التغيرات المناخية واحتياجات أفريقيا لمواجهة هذه التغيرات، لو بنتكلم لغاية 2030 فإحنا محتاجين على مستوى القارة لحوالي 3 تريليون دولار. مصر من خلال رئاستها لقمة المناخ لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ اللي هي كوب 27، دعت إلى إنشاء صندوق لتمويل تعويض الخسائر والأضرار. وفعلا القمة تبنت هذا الاقتراح وتحول إلى قرار، ولكن لغاية دلوقتي ما شفناش آليات واضحة من الدول المانحة ومن المؤسسات الدولية المانحة من أجل يعني إيجاد آلية واضحة لتمويل هذا الصندوق. من هنا كانت أهمية برضو التحرك اللي حصل بالتنسيق مثلا مع الجانب الفرنسي في شهر يونيو، اللي هي قمة باريس اللي هي كانت بتناقش عملية يعني وجوب ان يبقى في ميثاق دولي للتمويل، لتمويل الدول النامية، لتمويل احتياجات الدول النامية، طبعا مع يعني اعطاء الضمانات الكافية او اعطاء الـ يعني الاشورنس او التأكيد الكافي للمؤسسات المانحة الدولية لقدرة الدول النامية على التسديد، لكن ايضا مع مراعاة احتياجات الدول النامية، وبكل صراحة مع مراعاة أن الدول النامية هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية وهي الأقل تسببا فيه. طيب، في هذه النقطة دكتور أيمن، يمكن حضرتك تفضلت بالذكر أنه ما خرج عن كوب 27 وجود صندوق الخسائر والأضرار، يمكن حتى الآن لا يوجد لي أي آلية واضحة كيف سيتم يعني آلية عمل هذا الصندوق. من الجانب الآخر عن يعني فرنسا وهذا الدعم، ولكن الحقيقة السؤال الأهم، ما الذي ما زال مطلوب أو ما الذي مطلوب بشكل
عام من الدول المتقدمة، الدول الكبرى تجاه الدول النامية أو دول حتى القارة الإفريقية، خاصة إن زي ما حضرتك تفضلت بالذكر إنها أقل تسببا في التغيرات المناخية ولكنها هي أكثر من يدفع الثمن. والحقيقة هذه الجزئية تحديدا هي التي يشير إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي محفل دولي. والله هو التحرك اللي حصل في باريس في مايو الماضي كان تحرك مهم جدا، لان هو بيبين اهميه التعاون ما بين التعاون والتنسيق ما بين الدول الكبرى والدول الناميه. هذا التعاون لانه في النهايه الدول الكبرى اولا مهتمه بتنميه اقتصاديات الدول الناميه، لان في النهايه الدول الناميه هي سوق مهمه جدا لتصدير منتجات الدول الكبرى، ده من ناحيه. وايضا لانه كلنا بنعيش في عالم واحد، يعني في النهايه التغيرات المناخيه اللي بنتكلم عليها بتاثر في الجميع طبعا. لو بنتكلم على المطلوب ان يكون هناك تنسيق وتعاون ما بين الدول الكبرى والدول الناميه، وان الدول الناميه تبين اولا جديه في التعامل مع مشروعات التغير المناخي او التكيف مع التغير المناخي، مشروعات الهيدروجين الاخضر، مشروعات الاقتصاد الاخضر، ده من ناحية. وتبين أيضا جدية هذه المشروعات وقدرتها على سداد التمويلات. ومن هنا لازم نذكر أنه مصر ضربت مثل في هذا الموضوع من خلال منصة نوفي اللي طرحتها وزارة التعاون الدولي برعاية الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، اللي هي الحقيقة بتحط المشروعات دي كلها، المشروعات الخاصة بالتحول البيئي، بالاقتصاد الأخضر، بالهيدروجين الأخضر أو حتى الهيدروجين الأزرق، نعم، بتحط كل هذه المشروعات أمام جهات المنح الدولي، نعم، مع يعني إعطاء فكرة وإعطاء يعني فكرة وافية عن الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، وبالتالي قدرة هذه المشروعات على أداد التمويلات. نعم بالتأكيد، والحقيقة دي نقطة مهمة للغاية دكتور أيمن، ولكن سأكتفي بهذا القدر. دكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.